إذا أردنا أن نعرف قيم الليل تعريفا بسيطا فنقول: وقضاء الليل كله أو جزء منه بعبادة الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن وتسبيح وتهليل وصلاة، ويبدأ وقته ما بعد صلاة العشاء وما قبل صلاة الفجر. وكان الصحابة رضي الله عنهم دائما ما يحيون الليل، فمنهم من كان يقوم الليل كله ويصلي الصبح بوضوء العشاء، تخيل. وهناك من كان يقوم نصف الليل، وهناك من كان يقوم الثلث الأخير، وكل حسب استطاعته. ما هو قيام الليل يا سلمى؟ هل هو قيام جسد فقط؟ هل هو فقط وضوء وسجادة نصلي عليها؟ قيام الليل هو أن يقوم هذا القلب ليتذلل ويتضرع لله سبحانه وتعالى. تخيل أن الناس نيام وكل في شأن، إلا أنت تقوم لتحدث الله سبحانه وتعالى عن آلامك، عن أحلامك، عن رغباتك، عن ما مضى، وتطلب الخير فيما هو آت. يا له من عز ويا لها من كرامة. من الآثار الجميلة لقيام الليل هو أن الله سبحانه وتعالى يرزق هذا العبد القائم، هذا العبد الداعي، وهذا العبد النادم والتائب نورا في الوجه. تخيل، قم في الظلمات يرزقك الله وجها نيرا بالنهار. أحيانا كثيرا نرى أشخاصا لأول مرة في مواقع التواصل أو في الواقع، فنقول: سبحان الله، لقد أحببت هذا العبد، رغم أنه لم يكلمه ولا يعرف أي شيء عنه، لكنها محبة الله سرعت في قلوب هؤلاء العباد ليحبوا هذا العبد. دعونا نعقد اتفاقا بيننا وعهدا لا ننقضه. ماذا لو أصبحنا من هذا اليوم ممن يقومون الليل ولو بركعة، ركعة واحدة؟ لماذا؟ لا نريد أن نقوم الليل كله ونترك قيام الليل حياتنا كلها. نريد أن نبدأ خطوة بخطوة، نريد أن نلتزم، نريد أن نقوم الليل بحب وبدون مشقة، نريد أن ندعو الله سبحانه وتعالى. رؤوف بنا، خلقنا وما زال يعطينا الفرصة لنتنفس، فلماذا لا نريد أن نلتقي به ونحدثه بالليل؟ لماذا ننشغل عنه بالنهار وما زال يعطينا الفرصة بالليل؟ ما أكرمه. سأشارككم بعضا مما قرأته اليوم، والذي صراحة أثر فيه وجعلني أشعر أنه لا قيمة للحياة إن كنا في بعد عن الله سبحانه وتعالى، وإن لم نكن نخصص وقتا لنحدثه. كان العبد الصالح عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاة. لقد تذكر لين الفراش في الجنة وقام ليصلي. قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب، صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟